مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديفيد نو يقوم بتكوين لجنة تسيير أعمال المؤتمر الخامس للحركة الذي بدأ عمله أمس بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي. التقارير القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بحقوق الإنسان ستقيم في ورشة نظمتها وزارة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. التدخل العسكري محتمل في مالي رغم تباين الآراء في عمل الاجتماع الذي انعقد أمس في العاصمة المالية باماكو الذي جمع رؤساء وقادة الدول الإفريقية ومنظمات دولية. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء، ونعتذر لهذا التأخير. عقب افتتاح عمل المؤتمر العام الخامس للحركة الوطنية للإنقاذ أمس، قام مؤسس الحركة الوطنية إدريس ديفيد نو بتعيين أعضاء مكتب تسيير أعمال المؤتمر الذي يتكون من 13 عضوا يعملون في لجان مختلفة. الزميل هارون أبا آدم عاد التقرير التالي حول هذا التعيين. إن أعمال المؤتمر العادي الخامس للحركة الوطنية للإنقاذ MPS والتي جاءت تحت شعار مؤتمر التجديد من أجل فعالية أكبر حظيت باهتمام خاص من الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رجل بامين الأول إدريس ديفيد نو الذي يسهر دوما لتفعيل الحزب، مما أدى ذلك إلى ترابط وحشد المناضلين وراء الحركة. ومن أجل إدارة فاعلة وعمل يعطي نتائج أفضل، ساهم الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديفيد نو بتعيين شخصيات نضالية من الشخصيات المرجعية للحزب لتشكيل مكتب تسيير وإدارة أعمال المؤتمر. وأشار الرئيس المؤسس للـ MPS بأن حزبهم ليس بحزب سياسي فحسب، بل حركة نضالية ترابطية ذات هياكل رسمية، وإن الحزب بني على اسمه الحركة الوطنية للإنقاذ، وذلك من أجل التعبئة الشاملة لتحقيق النهضة. وإن هذا المؤتمر يعتبر فرصة سانحة لمراجعة الأمور المتعلقة بتجديد سياسة الحزب، وأكد أن كل المؤتمرين يتمتعون بكفاءات عالية ولهم القدرة لتسيير المؤتمر، إلا أن اللائحة الداخلية للحزب تحتم علينا تعيين مكتب لتسيير المؤتمر، وأن عملية الاختيار ربما تواجه صعوبة، لذا طالبهم بأن تدخله شخصيا كمساهمة وليس لتخيب ظنهم. وقد أبدى المؤتمرون رضاهم باقتراح الرئيس المؤسس للـ MPS، وعقب ذلك هنأهم وطالبهم بالعمل الجاد لإعطاء الحركة صورتها الحقيقية. مكتب تسيير وإدارة أعمال المؤتمر العادي الخامس للحركة الوطنية للإنقاذ يضم 13 عضوا يترأسه ناجيتا بياسيمال ونائبه الأول محمد علي عبد الله نصر. ماذا لا المؤتمرون يواصلون أعمالهم في المؤتمر العادي الخامس للحركة الوطنية للإنقاذ، حيث تم تكوين عدد من اللجان لدراسة مختلف المواضيع الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالحزب. سمينا ديليغاسيون الجا من داخل تشاد يو ال بارتي بوليتيك اليي مع MPS مام كلو الجا من تشاد هم 23 ديليغاسيون اي واي في نادو اي واي هاتش في اسمال ريجيون ريجيون كمان 23 ريجيون يو من هم دكلو ما اورغان نادوم اورغان ماس مام كلو اربا اوريجي ام بي اس اوف ام بي اس جي اس بي ام بي اس لو ان سي ام بي اس اي واي هم كلو سو رابور هاغو yo wara kullu kim kamalna declaration da khalas simina kullu ana sokol way ana nisita simina kullu rapport moral ana secrétaire général ana parti min awal ke rapport kamal da khalas kata congressiste da kata michel da arba commission commission al awal ina du commission politique générale
التنين كمان بوليتيك فونكسيونمون دو بارتي التلاد كوميسيون افير سوسيال اي الاربع كوميسيون افير ايكونوميك من فوجوردا كوميسيون اي واي هاسا ماشا كدم كم كلمه كمان كم كلمه نا كوميسيون كل كمال دا بايدين هما بلومو بتاتر ميشيل امباكر سو ديبا في كلمه الكوميسيون سوادا. نظمت أمس وزارة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ورشة لتقييم التقارير القانونية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بحقوق الإنسان. هذه الورشة افتتحها الأمين العام للوزارة أحمد بجري. تقرير فاطمة الزهراء أبو المعلم. احترام التعهدات الدولية بخصوص القوانين الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، تقوية الكفاءات التقنية والمالية للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان واعتماده في سياسة الحكومة، إعادة افتتاح مركز الأمل بكندل، مطالبة الحكومة بتشغيل نظام الأمن الاجتماعي. هذه هي أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون بالورشة التي استمرت 3 أيام بقرية إتناء. كما قدم المشاركون كلمة الشكر وإرفان بهذه الورشة التقييمية لتقديم التقارير الخاصة بالقوانين الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى جهود برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالتعاون مع الحكومة عبر وزارة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمساعدتهما في إنجاح هذه الورشة بل وتنظيمها. الأمين العام بالوزارة أحمد باتشيري أثناء اختتام فعاليات الورشة المتعلقة بتقييم التقارير الثالث الرابع والخامس لمرحلية اعتماد الاتفاقيات التي مضت فيها الحكومة في عدة وثائق دولية حول الحقوق الاجتماعية الاقتصادية والثقافية، ونشير إلى أن خلال 3 أيام من أعمال الورشة سمحت للمشاركون التعرف على كيفية كتابة التقارير المرحلية واكتساب خبرات عالية. نظم ملتقى التنمية بمركز دراسات وتدريب من أجل التنمية مؤتمر النقاش تحت موضوع التشاديون في مواجهة تحدي السكن. وقد أحيا المؤتمر الأمين العام لوزارة استصلاح الأراضي السكن والتمدن دوبينغر السمي. تقرير محمود حسن سمو. التشاديون في مواجهة التحدي المتمثل في السكن، هذا هو الموضوع الذي اختاره ملتقى التنمية لمركز الدراسات من أجل التدريب والتنمية سيفود لهذا المؤتمر النقاشي الذي أحياه الأمين العام لوزارة استصلاح الأراضي التمدن والسكن دوبينغر اللاسيامبي، بحيث يرى الملتقى بأن هذا الموضوع يستدعي الجميع سيما صناع القرار. ففي بداية المحاضرة ونسبة للأمطار الغزيرة لهذا العام والتي تميزت بفيضانات لم يسبق لها مثيل والتي تسببت في هدم العديد من المساكن، فقد تساءل المحاضر لماذا الغالبية العظمى من مواطنينا يعيشون في مساكن هشة؟ ما الذي يجب القيام به من أجل الوصول إلى مسكن لائق؟ لذا فقد طالب المحاضر بضرورة تذليل صعوباتها أمام المواطنين لهذا الغرض سيما من جانب الحكومة. بعد ذلك فقد فتح المجال أمام الحضور لطرح التساؤلات والتي تمحورت في وجهها حول مطالبة الحكومة بوضع سياسة ناجعة لتمكين المواطنين من الوصول إلى مساكن لائقة، بالإضافة إلى استصلاح الأراضي وشق المجاري المائية وتوزيع الكهرباء قبلها توزيعها للمواطنين. في رده المحاضر أكده بأن الوزارة وبحسب برنامج الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كل هذه التساؤلات. عقد اليوم ممثل منظمة لا ملاريا بعد اليوم لدى البلاد عقد مؤتمرا صحفيا بهدف إخطار الرأي العام الوطني عن مشاركة عدد من الفنانين التشاديين في إحياء سهرات غنائية بمدينة نيويورك الأمريكية في مطلع نوفمبر القادم. وعائدات هذه السهرات سيتم الاستفادة منها في مجالات مكافحة الملاريا. محمد خميس مهدي. هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثل منظمة لا ملاريا بعد اليوم تولومباي جيسادا يهدف لإخطار الرأي العام الوطني بأن المنظمة اختارت 4 فنانين تشاديين ليكونوا سفراء للبلاد لإحياء سهرة غنائية بمدينة نيويورك الأمريكية، وذلك في 8 من شهر نوفمبر المقبل. والعائدات المالية للحفل سيتم الاستفادة منها في تنفيذ برامج المنظمة في السنوات المقبلة والمتعلقة بالقضايا على مرض الملاريا. والفنانين 4 هم سلطان وعبد الله اندريجي ومينيو جي ماتانيا
وبرنسيس دي من ناحية ممثل منظمة لا ملاريا بعد اليوم دولومباي جي سادا أشار إلى أن الفنانين التشاديين سيمثلون البلاد في نيويورك خير تمثيل، ما تداخل كل من الفنانين سلطان وعبد الله اندريجي بأن مرض الملاريا يعتبر من الأمراض الخطيرة ويفتك سنويا بالعديد من الأشخاص، لذا لا بد من تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين لاستخدام الناموسيات المعقمة، وفي حالة الإصابة بالمرض يجب الذهاب إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي. جدير بالذكر فإن منظمة لا ملاريا بعد اليوم توجد في 4 دول أفريقية وهي تشاد والسنغال وتنزانيا والكاميرون. شب مساء اليوم حريق هائل بإحدى محطات البنزين بحي الدنبي بالقرب من مبنى مندوبية أنجمينا، وذلك نتيجة لالتماس الأسلاك المواصلة من المولد الكهربائي الذي يمد المحطة بطاقة الكهربائية، وقد نجم عن الحريق حرق عدد كبير من براميل البنزين، إلا أنه لم يتسبب في وقوع خسائر بشرية. وفور وقوع الحريق وصلت فرق الإطفاء وتمكنت من إخماد الحريق. قامت لجنة العائدات البترولية بدوبا مؤخرا بدعم التجمعات الريفية لزراعة الأرز، وقد تشارك محافظ محافظة نيا برفقة رئيس لجنة مراقبة العائدات البترولية للمشاركة في حصاد مزارع الأرز. تقرير أوفا حول هذا الخبر مع الزميل محمد طاهر صالح. في إطار نشاطات لجنة مراقبة الأعدات البترولية تجاه العالم الريفي، فإن هذا البرنامج يتطابق مع جهود الحكومة الرامية إلى تطبيق سياسة رئيس الجمهورية في ولايته الحالية لدعم العالم الريفي. هناك العديد من مزارع الأرز نفذت من قبل التجمعات الريفية بمساعدة لجنة الأعدات البترولية. محافظ مقاطعة نياء يوسف عمر بحر برفقته رئيس لجنة الأعدات البترولية بدوبا ميارو بيرام غوتو زاروا موقع الأرز بقرية كيراتي للمشاركة في حصاد مزارع الأرز، حيث تم حصاد حوالي 4 أطنان من الأرز. وهذا النظام الجديد الذي أدخل في مزارع الأرز يحصد المزارعون حوالي 65 جوار رز من الهكتار الواحد، هذا ما أكده الاستشاري الزراعي بيكايو. محافظ مقاطعة نيا قال أنه فرح للغاية بإدخال النظام الجديد في الزراعة الذي أدخلته لجنة الأعدات البترولية لمساعدة تجمعاته الريفية، وبهذا يمكن القول أن سياسة رئيس الجمهورية تحققت في تنمية العالم الريفي عبر لجنة الأعدات البترولية، ويتمنى أن تجد تجمعات ريفية أخرى هذا الدعم في مشروع الأرز. كما أكد رئيس لجنة الأعدات بأنه مسرور لهذه النتائج وأن العام المقبل سيشهد فلاحة جديدة ونوعية. أثناء فترة الحج ينظم بعض النساء حملات توعوية لأخواتهن الحجات حول مناسك الحج المختلفة. هذا تقرير من سرية محمد بروا من الأراضي المقدسة. بعد زيارة قبر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة والصلاة بمسجده الطاهر، وصل الحجيج إلى أرض مكة المباركة للطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة. تخلل هذا عقد حلقات توعوية من قبل الداعيات التشاديات المرافقات للحجيج حول الأهمية أداء فريضة الحج وتطبيق المناسك على الوجه الأكمل. الحمد لله التوعية بدأت من أنجمينا بالدروس اليومية، وواصلت هذه التوعية أو الإرشادات بالنسبة لمناسك الحج بالمدينة المنورة كذلك بمكة المكرمة. وكما رأيت يعني الآن عدد كبير من الأخوات يحضرن الدرس يعني كل يوم بعد صلاة العشاء، وبفضل الله سبحانه وتعالى كثير فهما بما يخص النسك أو أنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع. وللحاجات التشاديات وجهات نظر تتعلق بمدى فهمهن لما تلقينه من محاضرات وتوجيهات دينية. والله الحمد لله استفدنا كثير، بدينا من جمعنا من الجامع الكبير لحد جينا المدينة لحد جينا مكة السيدات معنا، والحمد لله استفدنا كثير وعرفنا كيف مناسك الحج. أنا اخترت متمتع، التمتع كله كمان عندنا راحة كثير عشان الرسول صلى الله عليه وسلم كل حاجة متمتع.
اختر طعم مفرد. الله في اول مره نجني هيك. الحمد لله السيدات واقفين معنا كلمونا على كل شيء فوق بالنسبه للنادم المفرد، شلنا الافراد وقاعدين بحرمنا لقيت ما نمشوا ونطلع عرفة بعد ذاك نجي نستمر بالشيء اللي كلفونا به كله وبعدين نجي نسل حرمنا ونخلص الحج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فالحاج المتمسك بجميع تعاليم الحج يعود إلى أهله خاليا من الذنوب كيوم ولدته أمه. شهد اليوم مركز بكرة حفل تخريج دفعة من القساوسة الذين يبلغ عددهم 7 أسقف والذين درسوا في علوم كتاب الإنجيل لفترة 7 سنوات. بهذه المناسبة التي ترأسها الأسقف جيت داديس ناشد هؤلاء الخريجين باحترام التعاليم الإنجيلية، وهم بذلك أصبحوا رجال الرب وسيعملون في نشر تعاليمه في أوساط المجتمع بكل إخلاص وتفاني. وفي نهاية المناسبة وزعت للخريجين كتب دينية، وقد تخلل الحفل أناشيد وترانيم دينية تدعو إلى الإخلاص. أنهى مساء أمس مخيم الشباب الذي نظمه النادي الثقافي الاجتماعي للشباب التشادي بالتعاون مع مجلس الشباب العربي الإفريقي تحت رعاية وزارة الثقافة. أنهى المخيم نشاطاته أمس بالنادي السوداني هنا في أنجمن. حو مصطفى شريف. بعد أسبوع حافل بالأنشطة التي أعدت من النادي الثقافي الاجتماعي للشباب التشادي وصلوا إلى نهاية المخيم، حيث تلقى الشباب عدد من الدورات منها التعرف على كيفية العمل القيادي والتدرب على نظم الاقتصاد لتهيئتهم وجعلهم رجال أعمال، ونظموا ورشة للإعلاميين عن أثر الإعلام في تشكيل الرأي العام، وقدمت ندوة عن الرؤى المستقبلية للتكامل العربي والإفريقي. وبهذه المناسبة قدم رئيس النادي الثقافي الاجتماعي لشباب التشادي حسين مسار الكلمة الختامية لأعمال مخيم الشباب، مشيدا بجهود فخامة رئيس الجمهورية إدريس بيت نو الذي أعطى الشباب وتنمية العالم الريفي والمرأة أولوية خاصة في ولاية النهضة، وشكره على هذا الاهتمام. وعقبه بعد ذلك مدير الثقافة الفن والرقص محمد نور حامد الذي أشاد بدور وزارة الثقافة التي تسعى دائما في رعاية مثل هذه الأنشطة الشبابية التي تعتبر من أولى أولويات الوزارة، وحث على ضرورة مواصلة مثل هذه الأنشطة وعلى الجمعيات الشبابية أن تكون هادفة وتنصب لمصلحة الوطن. وتوج نهاية فعاليات مخيم الشباب بأمسية المدح النبوي الشريف من الفنانين محمد حسن صالح خضر وأحمد مهد. إقليميا اجتمع أمس بالعاصمة المالية باماكو قادة ورؤساء الدول الإفريقية وممثلين من الاتحادين الإفريقي والأوروبي بجانب الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل للأزمة التي تواجه مالي منذ عدة أشهر. محمد حسن عبد الرسول. بغية مواجهة الأزمة المالية وجه المجتمعون في باماكو رسالة قوية باسم المجتمع الدولي للخروج من هذه الأزمة، وقد بحث القادة الأفارقة الحلول للملف المالي ممثلو الاتحاد الإفريقي ولجنة دول غرب إفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أبدوا تأييدهم لمالي، وقد خرج الاجتماع ببيان جديد يسمح بالتدخل العسكري في مالي بالرغم من الاختلافات في وجهات النظر في شكلية هذا التدخل. هذا كما تم سد باب الحوار مع الإسلاميين، وإن الاستعدادات للتدخل العسكري في شمال مالي أصبحت بين قاب قوسين أو أدنى، وأن الاجتماع القادم في شأن المالي يوم الأربعاء القادم، وإن مجلس السلام والأمن للاتحاد الإفريقي سيناقش نتائج اجتماع مالي وسيرفع الملف لمجلس الأمن الدولي. الرئيس المالي بالإنابة ناشد المجتمع الدولي بالتدخل العسكري السريع لحسم الأزمة في شمال مالي. وفي لبنان أقتل أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت رئيس جهاز المخابرات اللبنانية وسام الحسن، وذلك في عملية انتحارية بسيارة مفخخة. مرة أخرى مع الزميل محمد حسن عبد الرسول. يوم حزن في لبنان عقب اغتيال وسام الحسن رئيس جهاز المخابرات اللبناني مساء يوم الجمعة بسيارة مفخخة انفجرت بحي الأشرفية وهو حي مسيحي بالعاصمة اللبنانية بيروت أثناء مرور سيارة العميد الحسن. 8 أشخاص قتلوا و86 أصيبوا بجراح في حصلة مؤقتة. وسام الحسن مسلم سني قام بإجراء العديد من التحقيقات حول المحاولات التي استهدفت لبنان منذ عام 2005 والتي توجه أصاب الاتهام للنظام السوري. هذا وقد قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري وهو من المقربين لوسام الحسن إنه لا يتردد في توجيه الاتهام المباشر للرئيس السوري
بشار الأسد. وقد طالبت المعارضة اللبنانية باستقالة الحكومة التي لا تحمي إلا المجرمين حسب وصفهم. من جانبه رئيس اللبناني رفض فكرة استقالة الحكومة اللبنانية، وإن هذا الاغتيال ترك إفرازات وردود فعل في الشارع اللبناني. بهذا الخبر من لبنان مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.